Hey guys, صباح الخير. كثير ايه اللبس عليكم؟ عرقان. شريت ديال ربع ساعة حيت على شي سيريات. باقي عندي شريت ديال ربع ساعة وغادي نسربو ستوري ديال اليوم على قبل المغرب قريب. المغرب قريب ودن. ستوري ديال اليوم على قبل واحد القضية مهمة هي فايستيمو علاش ما بداش بوستيش ستوري هاد الايام، علاش ما بوستيش ستوري اليوم ما موتيفيتينيش. باغي نقول واحد الهضرة اللي فات قلتها ولكن ديجا خصني نعاودها، انا مابقيتش باغي كاع نسمعها. وانا هنايا انا جامي بوستيت شي ستوريا باش تموتيف. انا عارف ستوريات ديالي ملي كتسمعهم ولا هضرت ملي كتسمعها كتموتيف، ولكن النيه ديالي انا زعما باش كنبارطاجي معاك هذا الشيء ولا كنبارطاجي معاك مايند سيت. باغي تركز على كلمه مايند سيت، ماشي باش تموتيف. ما كنقلبش الموتيف. غنرجع لك عاوتاني، النيه ديالي ماشي هي التموتيف. النيه ديالي صراحه بكل صراحه النيه اللي كنبارطاجي معاك واحد المايند سيت اللي خاصك تاخذها، اللي غادي تاخذ من هذاك الشيء اللي خدام لك. واش انا ديما موتيفي؟ لا. اسمع هاد الهضره. مثلا رجعت ولا البارح من بانكوك، ملي رجعت من بانكوك لقيت الشركه مرونه، لقيت كلشي غارق، لقيت القضيه مرونه، فهمتي؟ تعصبت. ملي غدت لي نط مع الخمسه د الصباح مشيت للخدمه ومشيت درت السبور وداكشي اللي درتو. واش كنت موتيفي وفرحان ملي كنت نايض نمشي نخدم؟ فاك، كنت ضايع، كنت مرول. حتى البارح ما درت لا ستوري لا والو، لان فهمتي كنت بلا ما نضحك على راسي ندير ستوريا ونبان ضحك وانا ديجا راني غارق، دونك بلا ما ندير. كنكونوش موتيفين يوميا. نعست، انا تكافر 5 د الصباح مشيت للخدمه لان خصني نمشي، ما كنتسناش حتى نتموتيف عاد نمشي. والخمسة ديال العشيه مشيت درت السبور كما كندير ديما وما كيهمش موتيفي ولا لا. داكشي حوايج حتى انا انا لا بقيتي كتسنى الموتيفاسيون. وصلتي كاع واحد لوطو كبيره، توصل 10% ديال الايام ديال السنه موتيفي، 90% حاول تبقى نوتر. انا الحمد لله كنحاول نوصل 90% وكثر ديال ايام السنه تبقى نوتر، بوضع عادي، فرحان، ناشط، عادي. بقيتي كتسنى الموتيفاسيون، دونك بديتي تمايا ما عمرك ما غادي دير شي حاجه في حياتك. كيكون عندك واحد الديلي روتين، كافر، فرحان، ناشط، ساخت، اللي طارجه وعندك صحابك، عائلتك، امك، باك، كتمشي تقضي داكشي اللي خصك تقضيه. ما كتسناش تموتيف، ما كتسناش الموتيفاسيون باش تحرك، ما كتسناش تيموتيف وقعد تمشي تحرك، ما يمكنش. موتيفي ماشي موتيفي، عندك شي حوايج خصك ديرهم يوميا، خصك تمشي ديرهم واخا ما عطاش يطرا. انا براسي ماشي موتيفي، غادي نوض مع الخمسه د الصباح. اللي عليا غادي نديرو، ماشي بقا نتسنى واش موتيف ولا موتيفيش. عندي واحد البلاني، كنوض مع الخمسه ولا السته على حسب النهار وعلى حسب الوقيته مع شناس. خصني نوض وخصني نمشي للسبور مع هذا الوقت وخصني ندير كذا كذا مع هذا الوقت ويوميا، وما كيهمش موتيفي ولا لا. البدايه ديال اي حاجه في حياتك غادي تكون موتيف. واش ديك الموتيفاسيون غادي تبقى؟ لا. حتى واحد في هذا العالم هذا ما كتبقى عنده الموتيفاسيون ديما. دونك عندك شي حوايج خصك تمشي ديرو، موتيف ولا ماشي موتيف خصك تمشي ديرو. وانا راه ما كنديرش هاد الفيديوهات باش نموتيفيك، اسمح لي. الا كنتي كتفرج فيا باش تاخذ شي حوايج ينفعوك وتمشي تخدم بهم مزيان، الا كنتي كتفرج فيا باش تاخذ شي لعيبات في العقليه، شي حوايج كانوا ناقصين انا ملي كنت الله بادي مزيان. كنتي كتفرج فيا باش تموتيفا، احسن حاجه تمشي تدخل البروفيل ديالي غادي دير لي اون فولو، احسن حاجه. واحد الرساله لكاع الناس ديال اليوتيوب، لكاع الفيلوغر، خاص تعرفوا بلي راكم كتاثروا على الناس بزاف، راكم اثرتوا على ناس بزاف. اي حاجه كدير كتفيلوغي فيها كاين واحد الناس كيتابعوك كتاثر فيهم. انا كل ما كانش بزاف ديال الفيلوغرز ما كنتش نكون انا. مثلا انا في الوسط فاش كنت كبرت وكنت عايش كان زعما الواعر هو اللي غادي يكون غليظ وتكون عنده واحد الكرش ديال واحد البرلمان. الشيء اللي اداني في 2010 و 2011 كانت عندي اكبر كرش في المغرب وكنت كنوزن 98 كيلو وكنت حاس براسي واعر. علاش؟ لان ستوندارز ديال المادافاكرز هادشي اللي علمونا. كنرجعو عاوتاني ستوندارز ديال اللي دايرين بيك واللي كتشوف بعينيك والناس اللي داكشي اللي كتشوف يوميا. انا شنو كنت كنشوف وشنو كنت كنسمع؟ هي بنادم فهمتي تيدير الفلوس ياكل تكبر ليه شي كريشه يولي كيبان خام بحال شي برلمان. ماشي صراحه كاع البرلمانيين عندهم كرش وكاين البرلمان اللي عندهم سكس باك اوت، ولكن المهم هذه هي الجمله العامه عندنا في المغرب، هي عنده كريشه بحال شي ديال شي برلمان خصك دير شي كريشه. هادو هما ستوندرز ديال المادافاكرز اللي كنت عايش معاهم واللي خرجوا عليا. كل ما كانوش الدراري ديال اليوتيوب اللي كانت تيبارطاجيو معنا دي فيديو، الدراري ديال الميسكيلاسيون تقريبا كاملين متابعكم، الدراري ديال الفيتنس كاملين متابعكم، اي واحد كيدير شي رياضه في المغرب راني داير ليه لايك وداير ليه فولو ومتابع. كل ما كنتوش نتوما كل باقيين على حد على نفس ستوندارد. ولكن ملي كتشوف شي حاجه جديده شفتو نقول واه شو صاحبي هاد الدراري هادو كيدايرين زوينين، تا خلينا صاحبي من هاد الحماقه هذا، خلينا نمشيو نديرو شي حاجه مزيانه، خليني نولي بحال هذا، تا انا نتقاتل، تا انا ندير سبور يوميا بحال هذا. دونك ملي كتبارطاجي شي حاجه عرف راك كتاثر في عباد الله اللي كيشوفوها. عرف ديما راه ملي غادي تخالف ستاندرز غادي يجيو ناس غادي ينتقدوك. كنشوف الدراري كاملين ديال الفيتنس ديال الميسكيلاسيون دي كومونتير بعض المرات اللي فهمت هذاك فاشل في حياته وما دير حتى حاجه في حياته ورقيق مسكف ولا غليظ مترتش.
وكتلقاه كتبليه اما عطاوكش الصاط راك غير عيان عندك تسيق راسك راك واعر علاش كيديروا لك بحال هكا لان فهمتي كتصنع واحد ستاندر جديد وبما انهم انتقدوك الا وانت جديد كل ما كنتي جديد ما غادي ينتقدك حتى واحد وما غادي يتافيك حتى واحد توافي يكون تاقدوك الانتقاد شي حاجه عاديه هادشي اللي ما قراوناش في المدرسه قراونا حاول تبعد على الانتقاد سير جنب حياتك الثقافه ديال المدافاكرز اللي كبرنا بها ولكن عرف بغيتي دير شي حاجه في حياتك انتقدوك دونك انت راك في الطريق كملها العاود راك شتي عرف راه شي حاجه بسيطه تكون درتيها غتكون اثرتي في واحد اخر علاش واحد السيد ناض ويسوا هاد البرودوكس اللي بيوجهو وانا وليت كندير نفس اللقطه يوميا شتي على بساطه كي دايره حتى انا كنوض كنغسل وجهي بالماء وكنتحرك مع الطريق على حقيقه الناس كيتاثروا بداكشي اللي كيشوفوا ماشي داكشي اللي كنقولوا فريمون كاع الناس ديال اليوتيوب فريمون كتاثروا في الناس بزاف تبارك الله عليكم الانتقادات ما تسمعش ليهم وراه ما انتقدوك الا وين راك جديد وكمل تبارك الله عليك فدويت مع المينتور ديالي على الانتقادات قال لي خليك من هادشي هادشي هضره خاويك تيقولوا سميتك تيقولوا سميتك عارفينك راه كاين عارفين راه كاين كيدوي عليك كلاك تيدوي عليا وتيشوفوا الفيديوهات ديالي قال لي ما كيهمش المهم هو كيقولوا سميتك وقولوا بعدا قال لي كنت خايف عليك من حاجه وحده ما ديها فيك حتى واحد وما كيدوي عليك حتى واحد بعد تيدوي عليك وحطوا من وراها اللي بغاو المهم عارفين سميتك وكيقولوها صحيحه فاك شنو قالوا قالوا زوين مزيان قالوا خايب مزيان المهم راك غادي الدراري ديال اليوتيوب راه كل فيديو كتبارطاجي وراه كتبقى في ستوندارد ما نحتاج نذكركم بالسميات راه فريمون انا ما كنتش كاع غادي ننزل من 98 72 كل ما شفتكمش وتعقدت وفي الاول ما حملتكمش ومن بعد ليش عزازين عليا علاش في الاول ما حملتكمش لان فهمتي داكشي منافي للستاندارد ديالنا الستاندارد ديالنا ما فيهاش واحد كيتعرى علينا كيلبس حوايجو كيورينا العضلات ديالو ولكن راكم شداد صنعتوا واحد ستاندارد جديد فرجعتوا لي المادافاكرز تبارك الله عليكم وكملوا عارف كانكم ممكن تمشي لاصال تعيش مرتاح وتسيب برا بوحدك وتريني بوحدك ما تبارطاجي لا فيديو ما تصدع راسك ولا لا قلب بشي واحد ما غادي تكون ديك الساعه خدمتي راسك وما خدمتيش ناس اخرين الفيديوهات اللي كنتي كتبارطاجي هاد البيريود هادي كامله اثرت في حياه ناس بزاف كاين اللي تيجي يقولها لك كاين اللي ما تيجي يقولها لك وكاين بزاف ديال الناس ما تيجي يقولها لك بزاف ديال الناس كيبقاو في الطل بحسب بالثقافه باش تربينا عاجي ما تبغوش يقولوا دونك حسن تكون باين حسن ما تكونش ما باينش وخدمتي راسك بوحدك عرف راك اثرتي على الناس بزاف ونفعتيهم وكيما عطيت شفتي الصوره اللي تاخد نفس القضيه كان ممكن ندير حتى انا راني عايش بخير صالافيت برلماني وشوج 10 و20 غادي نمشي غادي نسد على راسي وغادي نعيش بخير غادي نبقى نضحك على المادافاكرز باش نتسوق اليوم ولكن لا ما خداماش هاد القضيه على المدى البعيد لا شوف الاخر غادي تولي عايش معاهم وحاصل فيهم مو في الاخر حاصلين فيك دونك اللهم تنفعهم اللهم تعطيهم شي حاجه اللهم تكون عشتي وتكون عارف راسك درتي شي حاجه زادوا لك الدم ما زادوش المهم عطيتي ودرتي اللي عليك يلا الاخوان تبارك الله عليكم الله ولي فراسكم بقى واحد ربع ساعه ود المغرب يلا نمشيو نجريو للدار ندوشو وناكلو الله ولي فراسكم ساعه سعيده والتوفيق لكم كامل الله ولي فراسكم.